مشارك في هدف امام بتروجيت. ادي البينيه وديفوني وفرصه هدف، ولكن ضربه جزاء. المره دي حكم اللقاء بيدي ضربه جزاء على عمرو نبيل المعترض، لمسه يد وضربه جزاء لصالح حرس الحدود في الدقيقه 65، وانذار. يعني اعتراض مبالغ فيه الحقيقه من عمرو نبيل، اعتراض مبالغ فيه. جات لك ضربه جزاء في الشوط الاول بنفس الكوره، ادي ديفوني وادي التشتيت وهو واقع والكره جت في ايده. الكره لو كملت معانا هنا من لاعب ديفوني بتيجي في ايده اليمين اللاعب عمرو نبيل، على طول حكم اللقاء بيديها ضربه جزاء لحرس الحدود. اول ضربه جزاء لحرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم في المباراه رقم 18. ملوش ولا ضربه جزاء، كان عليه ضربه جزاء وحيده امام المقصه احرز منها السيد حمدي على نفس هذا الملعب، انما ولا ضربه جزاء. اول ضربه جزاء لحرس الحدود، هنشوف مين اول لاعب لحرس الحدود يسدد ضربه جزاء هذا الموسم في الدوري الممتاز. عبد الحميد بسيوني، محمد حليم، ميني ماتش ما بين محمد حليم ومحمد فتحي، محمد ومحمد، حليم وفتحي، وتعليمات من عبد العزيز السيد للاعبي الفريقين انهم يكونوا بره ال 18. علاء برضه جاي يزق، يعني اقرب حته مع كابونجا. ضربه الجزاء حليم، هل فرصة العودة لنادي حرس الحدود؟ حليم وفتحي، حليم وجول، جول! الهدف الأول لحرس الحدود في الدقيقة 67 من ضربة جزاء محمد حليم البديل لعبد الحميد بسيوني. حطها على شمال محمد فتحي بمنتهى الهدوء. حليم ضربتين الجزاء لمستين يد، مفيش عنف فيها، تقريبا من نفس المكان. حطها على شمال محمد فتحي اللي اتحرك قبل الكره الحقيقه، طلع اخذ خطوه لقدام واترمى على اليمين على طول. محمد حليم بمنتهى الهدوء ومنتهى العقل يحطها على شماله عشان النتيجه تبقى 2-1.